كما تعرفونه اليوم تجري عملية فرز للانتخابات لعملية الاقتراع التي حدثت بالأمس على المرشح التوافقي وهو نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقتل 9 أشخاص على الأقل في الاشتباكات في اليمن، بينما كانت تجري عمليات اقتراع لانتخاب رئيس جديد البلاد ليحل محل علي عبد الله الصالح الذي ظل في السلطة لمدة 33 عاما. إذا معنا الآن من صنعاء مراسلنا عبد الله غراب. أهلا بك عبد الله غراب، لو تخبرنا قليلا عن سير عمليات الفرز، وهل اقترب موعد الإعلان عن النتائج؟ نعم رانيا، هناك بالفعل جهود مكثفة تبذلها اللجنة العليا للانتخابات في التواصل مع اللجان الميدانية في نقل محاضر فرز الأصوات من مختلف مدن البلاد التي جرت فيها عملية الانتخابات. كلما مر وقت تزداد بالفعل نسبة الاقتراب من النتائج النهائية. الحديث الآن يدور من مصادر في اللجنة العليا للانتخابات عن أكثر من 70% من النتائج تم الحصول عليها، ربما ستعلن بعد قرابة الساعة والربع من الآن في مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات. سبية في مدينة عدن بسبب أعمال العنف التي نفذها مسلحون محسوبون على فصيل متشدد في الحراك الجنوبي. رانيا اليوم يتميز بردود الفعل والرصد وتحليل ما حصل يوم أمس من عنف في أكثر من محافظة جنوبية. هناك اتهامات من عبد الله الناخبي الأمين عام الحراك الجنوبي لفصيل متشدد من الحراك بالتواطؤ مع بقايا النظام كما وصفهم، ويقول إنهم أساءوا للقضية الجنوبية العادلة بحسب وصفه، وأشار أيضا إلى أن موجة الانفصال خسرت كثيرا وسقطت كما سقط النظام بحسب بيان له أصدره يعني يوم عبد الله واضح. أما نعم، معذرة على المقاطعة، لكن يبدو من المسلم بهذا الأمر أن عملية الفرز ستنتهي إلى نتيجة إيجابية، طبعا بما يخص النائب الرئيس والذي ربما خلال ساعات سينصب ليصبح رئيسا. ما هي الخطوة المقبلة بعد عملية الفرز؟ إذا كانت يعني نسبة الإقبال مرتفعة حسب المؤشرات المبدئية، فما الذي سيحدث بعدها؟ هل سيجري بوقت قريب يعني تنصبه رئيسا لليمن؟ ما هي الخطوات اللاحقة لذلك؟ بالفعل اليمنيون الآن يستعدون للمرحلة اللاحقة لما بعد الانتخابات أمام جميع الأطراف في اليمن، وخاصة الرئيس عبد ربه منصور هادي. مرحلة الحوار الوطني، الحوار مع شباب الساحات، معالجة القضية الجنوبية ومسألة الحوثيين، معالجة أيضا الوضع الاقتصادي والتحديات الأمنية. لكن رانيا أمام اليمنيين التحدي الأهم والأكبر، وهو في نظري أهم من الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وربما هو العنصر الأبرز في هذه التسوية، هو إعادة هيكلة الجيش والأمن. نحن أمام تحدي كبير، هل سيوافق أقرباء الرئيس من نجله قائد الحرس الجمهوري وبقية أقارب الرئيس الذين يسيطرون على مؤسسات حساسة جدا أمنية وعسكرية، إضافة إلى اللواء علي محسن الأحمر الذي يدير الفرقة المدرعة الأولى المنضمة للمحتجين. كل ذلك هو أكبر تحدي أمام اليمنيين خلال المرحلة القادمة وأمام الرئيس الجديد بالتحديد. لكن أيضا لا ننسى أن هناك تحسنا بدأ يلحظه اليمنيون، لنبدأ بالتحسن النفسي وهو الأهم. كان الإعلام الموالي للنظام
نظام الثوار ضد المعارضي الرئيس علي عبد الله صالح، وكانوا دائما يتحدثون بلغة اعتبرها المعارضون سببا في زرع الكراهية والحقد في أوساط اليمنيين. لكن لاحظت أمس أن اليمنيين نسوا هذه المرحلة، وشاهدنا في مراكز الاقتراع أنصار الرئيس علي عبد الله صالح وأنصار المعارضة يلتقون بالأحضان ونوع من التسامح والمحبة، هذا ما أوصلته الانتخابات الرئاسية يوم أمس. لكن أيضا لن ننسى موقف شباب الساحات الذين يرفضون حتى اللحظة أن يغادروا الساحات حتى تكتمل أهداف انتفاضتهم كما يقولون، وهم تعهدوا يوم أمس بأنهم سيشكلون لجنة أو هيئة عليا للرقابة على أهداف الثورة. نعم. ثم لدينا أيضا تحركات أعلن عنها ناشطون وشباب ثورة وأيضا بعض أنصار الرئيس علي عبد الله صالح، هي ما سموها بثورة الثورة أو ثورة طرد الفاسدين التي ربما تنطلق يوم 25 من هذا الشهر. عبد الله غراب مراسلنا في صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا موضوع آخر وهو